عياش سمعلان لاعب اكاديميه نجوم المستقبل. بلعب كره قدم من 4-5-6 سنين. ابتديت كره قدم في الحارات عندنا في الملاعب، مع كنت اروح كل عصر الساعه 4 انا والشباب نلعب كره قدم. اشتغلت حالي، قلت باذن الله راح اصير في اللعبه هذه وراح اطور من مستواي في اللعبه هذه. بلشت من سن 13 اني اصير خلاص لاعب كره قدم. اولا رحت على نادي ابو جيس، لعبت معهم شهر ودوري الاتحاد ما اخذونيش عشان سني 13 سنه. وبعدين قلت خلاص مش راح تنفع، مش راح تزبط معي اللعبه. وعلى سن 15 رجعت العب ورحت على نادي السواحل ولعبنا دوري الاتحاد، ورحيني طلبني الكابتن جمال وجيت على الاكاديميه المفتوحه. عياش على فكره يعني بعتبره انا حاله استثنائيه، لانه ما في حدا من عيلته او من قرايبه يعني له علاقه بكره القدم، لكن الولد سبحان الله كانه عنده موهبه ربانيه يعني جيته. الولد طموح و يعني بحسه عارف وين حاب يصل، وين بده يصل، يعني زي ما بيحكوها مخه نظيف، مهاري، منضبط، سريع، عنده سرعة بديهة، هداف، بيلعب في أكثر من مركز، ملتزم كمان في التدريبات. وعلى فكرة هو راعى لاختبارات المنتخب في فترة وجيزة من التزامه في الأكاديمية، يعني من بعد تقريبا 2 أو 3 شهور. لكن بتعرف أنت الحالة البدنية للاعب لما بيلتزم فترة قصيرة في التدريبات بعدين بروح للمنتخب بيكون في فوارق بدنية. فمدرب المنتخب تواصل معي وحكى لي انه الولد موهوب وعنده شيء كثير، بس احنا في فترة تحضير قصيرة ما راح نقدر نعده بدني، لأن بتعرف انت الإعداد البدني بيكون لفترة طويلة لما اللاعب يجهز، فما معهم الوقت. بس قال لي انه اللاعب راح يكون ضمن أولوياتنا في المستقبل إن شاء الله. اولها بكونش يعني عادي، يقول خلاص هذه شغله فيش منها فايده. وبعد ما شافوني وشافوني بلعب ومتحمس وبدي اللعبه هذه حمسوني اكثر، وانا بلشت اطور في حالي واشتغلت عليها زي الناس، وعندي وما بين عندي واكاديميه ان شاء الله خير. من اللعيب المؤدبين الخلقين اللي كل كلامه بيحكيه في الملعب، يعني بيحكي في أدائه ما بيحكي بلسانه. كيف مثلا في المباراة بيأدي أدوار الهجومية وأدوار الدفاعية زي ما هو مطلوب منه، بحفز كثير اللعيبة وبيعطيهم ثقة كونه لاعب حاسم يعني مسجل أهداف، فبيعطيهم الثقة يعني أنه اللي راح يحسمنا المباراة هو عياش، اللي راح يسجلنا الأهداف هو عياش. فهذه هذا الشيء يعني كمان محمله مسؤوليه، لكن هو بشعر انه يعني قد المسؤوليه وبكون دائما في الموعد. اكيد كل واحد يسعى يلعب في المنتخب الفلسطيني ومنهم انا كمان. اذا التزمت ودربت حالي زي الناس ودورت من مستواي كل تدريب وكل لعبه وكل شيء، واذا سمعت لكلام المدرب ان شاء الله اني راح اصير من لاعب المنتخب الفلسطيني. شغلي اني انا ابني اللاعب من ناحيه جسمانيه، من ناحيه عضليه، اسسه صح، اعلمه تكنيك الشوت، تكنيك الاستلام والتسليم، كيف يكون منضبط،
كيف يكون ايجابي جوا الملعب، كيف يسخر قدراته الفرديه لاجل المجموعه. هاي شغلات بتعرف انت الشباب المراهقين او الاطفال اللي يعني اللي بيتدربوا عندي في الاكاديميه بحسهم زي الملتين، المدرب بيقدر يشكلهم زي ما بده، لكن بدهم صبر وبدهم دعم نفسي وبدهم يكونوا كمان منضبطين. هذا اللي يعني اللي ممكن يوصلهم لبعيد في كرة القدم. أما بالنسبة للنظام الغذائي كثير ببتعد عن السودة والشراء المضرب الصحة لأي لاعب كرة قدم، يعني أكيد راح أتبع الشغلات هذه وأهتم في حالي عشان خلاص صح تصير لاعب، راح أطور من حالك عشان تصير لاعب لازم تبعد عنه. احنا من فترة تقريبا من شهرين او ثلاث ملتزمين مع نادي السواحل الشرقية، نادي بيلعب في الاحتراف الجزئي، التزمنا في بطولة الشباب وبطولة طوكيو وكنا نتمرن 4 أو 5 تمرينات في الاسبوع. الاشي يعني كان يساعده كثير انه يتحسن من الناحية البدنية ومن الناحية التكتيكية، لكن احنا ما خدمتنا الظروف يعني ما استمرنا كثير في البطولة، طلعنا من دور المجموعات. الولد بتدرب تدريبين في الاسبوع لكن حسب ما بعرف انه بتدرب تدريبات فرديه. زي ما حكيت لك الولد منضبط وطموح وعارف وين بده يصل، هذا الشيء راح يساعده لقدام انه يوصل للمحلات اللي بده اياها. كل ما كان منضبط كل ما كان ملتزم وبتعب على حاله راح يصل. اما اللاعب الكسول ممكن يلعب سنه سنتين ثلاث كشب، اما الاستمراريه بدها تدريبات مكثفه وبدها قوه بدنيه وقوه عضليه وقوة ذهنية. الأمور مش بهاي البساطة اللي بتوقعها العالم إنه أنا بدي ألعب فوتبول وبس، لا، كرة القدم علم واسع صارت وتطورت كثير، وإن شاء الله أنا بتمنى إني أشوفهم في أعلى المراتب جميعا مش بس عياش. من ناحية التوجيهي كرة القدم أنا حطيت عجال، قلت كرة القدم خلاص لو شو راح أظني، لو توجيه لو جامعة لو أي شيء راح أظني على كرة القدم. من ناحية الدراسة وما الدراسة عادي، بروح من المدرسة بدرس، التدريب على 4 بكفي وقت 3 ساعات، بخلص في 3 ساعات بدرس وبطلع على التدريب. كرة القدم وبعيش شو اسمه أهلي قبل التوجيه قالوا لي اترك، ما أنا عييت ظليت مستمر فيها وراح اظني مستمر فيها لو شو. عياش يعني ملتزم في التدريبات كثير، من اللعيبه اللي كمان منضبطه برا الملعب وجوا الملعب. يعني انا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بعد الساعه 10 ما بشوفه متصل، بنام بدري بصحى بدري. يعني كمان بدي احكي لك انه هو السنه توجيهي لكن من اكثر اللعيبه اللي ملتزمين معي بالتدريبات، ما بيغيب ولا عن تمرين، مؤدب خلوق متواضع، وهذا السر اللي راح يوصله لبعيد التواضع. طول ما اللاعب كان متواضع وشغوف وطموح راح يصل. تواضعه وانضباطه بتوقع من الأسباب الرئيسية في استمراره، لأنه زي ما حكيت لك الولد عارف وين بده يصل وعنده صبر. الرياضة بتساعدني في مرحلة التوجيه تحديدا، وقت ما أكون يعني دراسة كثير بطلع بغير جو بلعب، يعني مش كل شيء دراسة دراسة دراسة، بتغير جوك ونفسيتك. ثاني شيء لعبة كرة القدم أكيد بتغير في نفسيتك كل شيء.
بتقوي جسمك وبتطوره. فترة التوجيه الناس أو بعض الأهالي بيعتبروها أنه مرحلة مفصلية في حياة الولد، لكن أنا بتوقع أنه بتنظيم الوقت كل شيء بصير. اليوم الولد بيروح من المدرسة الساعة 1 أو 2، في وقت معه للدراسة تقريباً 4 أو 5 ساعات، مع وقت للترفيه، مع وقت للرياضة، لأنه لاعب بهالعمر إذا بيبعد عن الملاعب سنة بده فترة طويلة ليرجع لمستواه، يعني لمسته رح تضل موجودة لكن كتلته العضلية رح تقل، ذهنياً رح يخف كونه أبعد عن الملاعب موسم. فأنا بفضل إنه اللاعب ما يقطع التدريبات. مرحلة التوجيه صح مرحلة مفصلية، لكن مع تنظيم الوقت بيقدر يوازي بين المدرسة ونجاحه وبين كرة القدم. لكن زي ما حكيت لك، أنا أغلب الأهالي اليوم اللي في التوجيه موقفين أولادهم من التدريبات. بلعب مركز جناح شمال وبلعب مهاجم، يعني بس جناح يمين بلعب كمان. بحب المراكز ذول بالذات عشان المراوغات وتسجيل الأهداف عادي، يعني مش يعني إني رائع تسجيل الأهداف بس منيح. اللاعب موهبة كبيرة، وأنا متأكد إنه راح يصل يعني قريبا، يعني خلال 2 راح يكون بيلعب في دوري المحترفين. ربنا يوفقه باجتهاده وبانضباطه وتدريباته المكثفة، ممكن إنه يصل للمنتخب الوطني كمان. وأنا بتوقع له إذا استمر على هذا النهج إنه يصل كمان. إن شاء الله إحنا شغالين على إنه يكون في وكيل أعمال محترم للاعيبة المميزين. فإن شاء الله حسب ما أنا شايف إنه الولد ممكن يلعب في بعض الأندية أو الدوريات العربية، بتمنى يعني. أنا بشجع من الدوري المحلي لاعب عدي الدباغ، لأنه اشتغل حاله صح وطور من لعبه وضبط حاله لقدام، طلع وتطور. أنا بدي أوجه نصيحة لعياش ولجميع اللاعبين الموهوبين، طول ما أنت تتدرب صح ومجتهد في التدريبات ومتواضع، أهم شيء أنا بنظري مقبرة أي موهبة الكبر. طول ما أنت متواضع وبتتدرب صح وبتتعب على حالك راح تصل. في مقولة أنا بحبها، الخطوات القصيرة هي التي تصنع المجد، يعني خطوة بخطوة اللي تصل اللي بدك إياه. الاستعجال أحياناً بيقضي على اللاعب، وعندي أنا أمثلة كثير كبيرة. بدك تصبر وبدك تتعب على حالك لحتى تصل. وحسب ما أنا شايف إن شاء الله إنه نسبة كبيرة من الموجودين في الأكاديمية حالياً خلال 2 أو 3 راح تلاقيهم في دوري المحترفين.